رحيل الفنانة المقتدرة الإنسانة الطيبة فاطمة الركراكي هو خطب جلل بكل المعايير، بحكم أن الساحة الدرامية العربية وليست المغربية فقط فقدت علامة بارزة في مسيرة الدراما العربية، سيدة انطلقت مبكرة وهي في فتوتها، انخرطت في مدرسة التمثيل العربي التي شكلت فرقة التمثيل العربي قبيل الاستقلال بسنتين، ثم انطلقت شامخة في أكبر الأعمال المسرحية التي عرفت تأسيس المسرحي المغربي الحقيقي مع فرقة المعمورة من 1964 إلى 1974، وقامت بتشخيص أخطر وأجسم الشخصيات من الريبرتوار المسرح العالمي. السيدة استطاعت أن تسجل حضورا بارزا في الدراما الإذاعية على مدار أكثر من نصف قرن، سجلت حضورا في الدراما التلفزيونية، في السينما المغربية، إضافة إلى مشاركات متنوعة في إنتاجات سينمائية دولية. والسيدة فاطمة الركراكي بالنسبة لي أنا أستاذة من الذين تلقيت عليهم المبادئ الأولى لأكون أولا عاشقا للدراما ولأكون ذات يوم مساهما في صناعة هذه الدراما، سيبقى لها الفضل علي، حاضرة في وجداني بحكم أنني تشرفت بأن أنجزت إلى جانبها أول فيديو كليب لقصيدة من فن الملحون منذ زهاء ربع قرن، حيث قمنا بإنتاج فيديو كليب قصيدة الأم وشخصت دور الأم بكل ألاقها وبكل قوتها، وكانت في ذلك سيدة تؤكد أنها سيدة الدراما لكل الأجيال الدرامية المغربية التي تعاملت معها، إلى أن أقعدها المرض الذي حال دون مواصلتها، ومع ذلك فقد تركت ريبرتوارا غنيا متنوعا سيظل في سجل أعمالها الصالحة بحكم أنه علم نافع، فندعو لها بالرحمة والمغفرة. عاش زوينة الدنيا هانية، يعني ما عدبت ما سعدبت، حتى الأجل اتجه الأجل ديالها. بالنسبة أختك الحق ديالها ما يمكنش، ما يمكنش أختك الحق ديالها كفنانة ولا لا؟ حيت هو الجمهور غادي يجاوبك على هذا السؤال. كانت عيانة مسكينة شي شوية، داك الشيء باش الصراحة هي بقات فينا بزاف وقطعت لنا القلب، وش نقول لكم، مشات حتى هي من الساحة، كلشي الفنانة ديالنا المقتدرين كاملين مشاو. ملي حنايا سقنا الخبر ديال الموت صافي تصدمنا بزاف 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 بزاف. والقاصة، امين يا ربي وارحم الجميع المسلمين اجمعين.